السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتنا، مرحبا بكم معنا من صفحتكم ومن قناتكم ومن محلكم، محل آثة ثقة. أخوتنا كل عادة رانا متواجدين بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوب القليعة ولاية بازا، رانا فتحين 24 ساعة على 24 ساعة، ورانا نستقبل مكالماتكم 24 ساعة على 24 ساعة. اليوم بإذن الله أخوتنا ما جيت وحدي، اليوم جبت لكم ضيف بزاف عزيز علي أخوتنا، نرحبوا بخويا سيد احمد. خويا سيد احمد مرحبا بك. السلام عليكم خويا سيد. خويا سيد السلام عليكم. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في محل اثاث ثقه. واليوم جينا باه نعرفوا لكم شومبرا بيلا. خوتنا خويا سيد احمد ما نستعجلوش، قبل ما نروحوا لا شومبرا بيلا حبيت نتكلم كلمه حق في خونا سيد احمد. خونا سيد احمد راهو من اكبر عمال محل اثاث ثقه، انسان طيب تعاملوا معاه العديد من الزبائن. خونا الله يبارك، ما عندي ما نقول فيه، الله يبارك اخلاقا، الله يبارك ما شاء الله. خويا سيد احمد ولا غير صدقوني يا قدوه هنا في محل اثاث ثقه. مرحبا بك خويا ومرحبا بكم انتم ثاني. خويا سيد احمد اليوم انا راني ضيف عندك، حنا كامل انا وخويا عبدو رانا ضيف عندك باذن الله، وانا نكبر بكم كاع بيك بعبدو خويا والجمهور اللي راه يشوف فينا ان شاء الله بربي في محل اثاث ثقه. انا نعرف لكم باستثناء هذه الشومره على حقيقتها. خوتنا الحاجه المليحه اليوم اللي هي كخونا سيد احمد خيرناه اللي هو الادرى بالاثاث هنا بمحل اثاث ثقه، راح نكونوا ضيف عنده وراح نكونوا كزبائن عنده، هو راح يورينا راح ينصحنا في لاشومبر بيلا اسكو مليحه ماشي مليحه، يعني راح يتكلم كلمه حق. خويا سيد احمد نخلي لك الكلمه لخويا العزيز. الله يسلمك خونا. بسم الله نبداو بلا غاردروب تاع لا شومبر بيلا. نهضروا اولا على الزبائن تاعنا اللي راهم يجوا عندنا. الاغلبيه تاع المشتريه تاعنا يحبوا لي زيطاجير طبقات، كيما اغلبيه تاع المشتريه يحبوا خمس طبقات ما يحبوش اربع طبقات. الشعب الجزائري جاي يحب يخبي. كاين عندك الطبقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه والخامسه، تما تحت كاع يستعمل يستعملها الشعب الجزائري. عندك هنايا في الوسط عندك تاع لا بوندري تاع سباس بور لا ترانك، هنايا اون بليس ثاني تزيد تحط لتحت الثاني الطابله تاعها. نذكركم باللي الطابله تاع شومبر بيلا ما شاء الله مخدومه بالويت، بمعنى حاجه سهلة 8 مليمتر، يعني حاجه ما شاء الله. لي سيباراسيون تاعها راكم تشوفوا خوتي مخدومين، ركيزه تاعهم ما شاء الله مخدومين بالاش دي اف. كاين اش دي اف من الاش دي اف، كاين اش دي اف وكاين ام دي اف. الاش دي اف هذا حاجه ما شاء الله خونا، تسمع الخبطه تفيق. الطبقات اللي كاين منا موجودين على الجهه اليمنى، واش كاين من الجهه اليسرى كاين من الجهه اليمنى. عندك 10 طبقات. هذا ما يجينيش خويا، ما يجينيش تا يلقى هو ستالاسيون في دارو يلقاها مركبه ما شاء الله يطلع إيه. بسيبور فما بسيبور. عندك خمس طبقات ثاني منها تولي لك 10 اون بليس تاع الوسط 11، وعندك تاع التعلق وتزيد دير لتحت ثاني تما المليون تما راح تبدل لك خير وبركه، تما راح تنفعك باذن الله. مع اللي احنا عندنا لو باك ماطلا في الدي 30 سيمي كوفري، السيمي كوفري راه دوزيام غاردروب تاع المدام في الدار، لا دوزيام غاردروب يلفد اكثر من الخزانه من لاشومبر. اي غاردروب ماشي غير شومبر بيلا، وحنا المشتريه تاعنا راه الاغلبيه تاع المشتريه يحبوا شومبر بلون بيلا هذه ما شاء الله. خويا سيد احمد الله يبارك، اسمح لي خويا العزيز حبيت نعرف بون، انت يتعاملوا معك العديد من الزبائن هنا في محل الثقه، بزاف زبائن يتعاملوا معك ومازالوا يتعاملوا معك باذن الله. حبيت نعرف زعما انا زبون، الحاجه الاولى اللي تنصحني بها، الحاجه الاولى في لاشومب كي نروحوا تجي تعرف لي لاشومب باش تنصحني. الحاجه الاولى اللي ننصح بها اي مشتري، يشوف الباطن تاع الشومبرا يعرف باللي هذه مخدومه اون بواروج. هنا خونا عبدو الا تقدر الله يحفظك، الا تقدر تقدر توري لاكاركاس تاع البواروج، خاطش كاين اللي يشوف المظهر وما يشوفش الباطن. هذا كاع بواروج خوتي، هذا لكم تشوفوا فيه لو كادرومون كاع اون بواروج، حاجه الله يبارك حاجه ما شاء الله. وهذا كاين اللي يشوف المظهر بصح ما على بالوش واش كاين، هذه لو كادرومون كاع بواروج. هنايا هذه تخدمها من ماشينه، هذا التغليف تاع الماشينه، الماشينه هي اللي تغلب لاي كلوزي. وهذا الموتيف بالديفونسوز، ثاني بالديفونسوز الماشينه هي اللي تركب هذا الموتيف هذا.
كيما لا تيت دو لي لا تيت دو لي هادي كيما لا كوافوز كيما لا كوافوز شوف النظره تاع الكاردروب والمرايه تاع لا كوافوز ولا تيت دو لي يعني كاع نفس الشيء يعني كلش متناسق خويا سيد احمد وركز لي خويا سليم ركز لي ثاني هنا ثاني ما شاء الله هنا الطابله تاعها البا ولو سوا فنوار الرايه تاعها فلوريجينال يكذب عليك خونا خويا سيد احمد الرايه تفيق لها باللي فلوريجينال الزبائن زعما انا كما قلت لك زبون اليوم راني زبون عندك راني ضيف عندك الله يبارك مرحبا بك وشنو هي الحاجه اللي يروح ليها مباشره الزبون شنو هي الحاجه الاراء الاراء تاع المجتمع الجزائري كل واحد واش يبغي كاين كاين وين لا كوافوز هي اللي تبيع شمره وكاين وين الكاردروب هي اللي تبيعها بارك الله فيك لي ميزير لي ميزير تاع الشعب الجزائري كاع يحبوا لي ميزير تاع 2.30 2.40 ماكسيموم تما سيد احمد الحاجه الاولى اللي يروح ليها الزبون الحاجه الاولى يقول لك ميتراج تاع شمره تما اذا كانت شومبرا شابه والميتراج ما يساعدوش باش تشوف فيها كاع ما يخسرش فيها كاع لازم مارغري تكون مخدومه بلوات لازم يكون الميتراج على حساب بارك الله فيك على حساب واش راهو دايرها في راسك بارك الله فيك خونا سليم كذلك الهيكل تاعها كذلك يلعب الهيكل سي نورمال الشكل يلعب دور راه المشتري ما يشريش الحوت في البحر اكيد خويا يحب يشري حاجه ما شاء الله بصح الكليون لازم يكون هنا فوق الراس الكليون لازم توري له اكيد لخاطر كي توري له يعرف باللي هذه لو كادرومو كاع في البواروج خوتنا ضربوا لمحه على هذا الكوتي خذوا مليح كاين اللي راه يشوف يقول لك انا شفت في التليفون ماذا بيا نشوف هنا والحمد لله المجتمع الجزائري راهم يجوا عندنا مشتريه هنا زبائن الحق تعجبهم سلعتنا تعجبهم سلعتنا ما شاء الله يعني كلمة يشوف شومبرا بلون كي يجي هنا يشوف شومبرا بلون يعني هذه راهي مضروبه بلا بري اون بليس لا فينيسيون تاعها بالبوليليطان بوليليطان هذا تاع امبورطاسيون بوليليطان هذا غالي ما شاء الله ماشي كيسيون غالي يعني هذا اللي ما يخليش الشومبره تصفر راهم يجوا زبائن يقول لك انا شريت شومبره بلون من عين المكان يقول لك صفرت لي بوليليطان بوليليطان هذه ما تصفرش من المستحيل خوتنا يعني هذا مصداق لي واش نقول لكم في الفيديو تاعنا باللي لي شومبر بلون عندنا في محل ثقه امبوسيبل يصفرون يعني حاجه بالغارونتي ولا واش قال خويا راح تدي شومبره بلا غارونتي باذن الله باذن الله حنا هكذا مول محل اساس الثقه راه يمدي لكم في لا غارونتي هي الحاجه الوحيده اللي مدها لكم شوفوا خوتي لا فينيسيون لا فينيسيون من الداخل ومن برا خوتنا اغلب خويا عبد الله يحفظك ضرب عليها لمحه الداخل ما واسعين الله يبارك سيدي احمد بسم الله واسعين لي زيطاجير فيهم حاجه الله يبارك 75 75 سنتيم 75 سنتيم حاجه لا لا يتريق له هذا يتريق له خوتنا احنا رانا على بالي بلي كثير منكم راهم يشوفوا هذا هذا خوتنا وما ادري هذا ما ادري يتريق له اكسبوزيسيون برك هذه ما ادري تطلع لهنا خوتنا هذه في دار السيد تريق له ماشي مشكل احنا درنا لكم سيبورت تاعها يعني خلينا هكذا باش تشوفوا شغل صوره يعني فيلم من الحدث خوتنا بارك الله شوفوا حاجه ريال شوفوا حاجه ريال خوتنا هذه هي الله شوف بزاف شابه خونا سليم هذه شومبر بيلا نالت اعجاب الجزائريين ما شاء الله عندها الموتيف هنايا عندها اللاد الداخل نسقسي اللاد زعما اللاد ولا لي سبورت يعني الزبائن انت اللي سي ليهم كاين الزبائن اللي يحبوا شومبرا سامب ما يطرقش باه يشري شومبره كيما هذه يقول لك ما تعمرلوش العين وكاين زبائن اللي غير يشوف لي سبورت يشوف اللاد هنا الداخل ويدوموندي هذه ديريكت اه في الحين واحد شوف هذه اذواق اخويا زعما اذواق بارك الله كل واحد وذوق تاعو كل واحد وذوق تاعو كيما البارح جاو ليا زوج من البراقيه راهم شراو عليا لا شومبر ميلكا كات في كاسبورت خوه حب روبيستا هو كان حاب ميلكا كات شغل ما تلاقاوش فهمتوني خاوتي كي قلت له الاخر اللي عجبته روبيستا قلت له ميلكا شابه قال لي ما عجبتنيش واللي عجبته ميلكا قلت له روبيستا شابه قال لي ما عجبتنيش تسمى هذه راهي اذواق وزوج خاوه ما تفهمش يعني كل واحد أذوق. كل واحد والذوق تاعو نزيد نعلم خاوتي بالزجاج تاع الشومبره كامل كاين اللي يقول لك سجاج انا نظل نخدم في السجاج على جال الدراري خاوتي هذا سجاج بلان سيزيون سجاج اللي تشوفه مقرابي هكذا عرب بلي هذا سجاج ما شاء الله وسجاج غالي هذا من المستحيلات طفل صغير يكسره ولا كش واحد يكون مقلق افاري اذا انت حبيت تكسره افاري اذا حبيت تكسره خويا سيد احمد عندك هذا الموتيف ما يبارك يتبع الموتيف تاع لو كروندوسي حاجه الله يبارك خاوتنا نفس الشكل نفس الديزاين يعني اللي تلقاه في المرايه تاع لاكوفيز اسمح لي سليمه نفس الشكل اللي تشوفه في المرايه تاع لاكوفيز راح تشوفوه هنايا كابيتوناج تاعها ثاني ما شاء الله ماشي مخدوم بالدوسانك
مخدوم بالسنك استحمد مام البونش تاعه والله يبارك نزيد نقاطعك مرة أخرى وكلام كبير خويا العزيز الله يسلمك الكابيطوناج من ناحية الكابيطوناج الزبون كي يجي لك هو ديموندي كابيطوناج ولا يعني الأغلبية تاع الزبائن ديموندي كابيطوناج كاين الزبائن اللي يحب الكابيطوناج كاين الزبائن اللي ديرونجي الكابيطوناج يقول لك أنا مذابية سامب وراهم الأغلبية تاع المشتري يقول لك أنا نحط لا تيت دو لي نحطها عند التاقة حتى وتكون عنده تاقة كوليسون تسمى ما يساعدوش كروندوسي ما يساعدوش بصح حنا نسهلوا المهمة كاين شي زبائن سهلنا لهم المهمة كاين وين تكون نعطيك مثال كاين وين تكون لي بي طوال نقدر تحشلهم ايه رازيهم بالماشين الكروندوسي يحبط شويه باش تحبط المسافه تولي المسافه تاع الثقه تاعو يقدر يفتح ثقه تاعو وكاين اللي الله غالب ما نقدروش نسهلوا لهم خاطر حنا ديروا في بالكم باللي كي تجوا تشوفوا ليكسبوزيسيون تاع شومبر بيلا دير في بالك باللي تدي وحده من المحل جديده من ديبو كيما نقولوا حنا باللغه الفرنسيه استحمد رانا نشوفوا اغلبيه تاع اللي راهم يجوا كامل كابيطون خاطر دوكا موضة خونا سالي راهي موضة دوكا الله غالب وش ندير في حسابك باللي هذا اونتيطاش ايوا هذا اونتيطاش خونا هذا ماشي تاع اللي يتوسى خسر والجين ولا هذا فلونتيطاش هذا تمسحو بلانشات يروح خويا استاذ احمد اللي عندكم شحال المقاييس تاعها لليس فيهم هما ستوندار كاع فيهم 160 على 190 كامل 190 زمان كانوا اما 40 ولا الزبائن تاعنا ما يساعدهمش اما 60 اما 40 خدمناهم حنايا في ال 60 سير 190 صوف اللي يكون في الطول برك طويل نقدروا نزيدوا له في لي بوندي نزيدوا له في لي بوندي شحال ان شاء الله 2 متر 3 2 متر 4 2 متر 4 ورانا نشوفوا خويا سيد احمد باللي اغلب تاع الغرف راهم يجوا معمرين بليلات سواء في لا غاردروب سواء فلو لي كيما راكم تشوفوا سوا فلا كوافيز ما تقدرش تتحكم في الاراء تاع المشتري يا اخي كيما كنا نقولوا قبيله اذواق نضربوا لمحه اخرى شوف المنظر تاع هذا لا تيت دو لي مع لي طاب دي نوي شو الديزاين خويا عبدو شو الديزاين شوف هاي راهي متناسقه اخو كلش متناسق نزيد نذكر خويا سليم كاين واحد الزبائن راهم يقولوا لك دائما يروحوا للميتراج ما يهموش لا تيت دو لي مالغري تكون عاليه يهمو بين طاب دينوي مقياس بين طاب دينوي للطاب دينوي بين طاب دينوي يسار تحت طاب دينوي حنا ماذا بينا نسهلوا لهم الله غالب راك تشوف هذه لا شومبر هذه شحال صغيره ابيبري هذه لا شومبر تقدر تقول من طاب دينوي للطاب دينوي فيها الله اعلم 2 متر 90 هذه فيها 2 متر 79 تقدر تقول 2 متر 90 اللي عنده شومبرا 92 راهي شومبرا تجي في صح بالديكور هذا بالديكور هذا كل واحد كيف يدير الديكور كاين اللي يدير لو لي مقابل لا غاردروب اي صعيبه شويه استحمل مام لو كان اللي يدير هكا راهو عنده سبوس كبير عنده لا شونسيه مام هي كوليسونت كوليسونت كل باش تعرفوا خوتنا لا شومب ولا لي بورت كوليسونت راح يساعدوا الناس اللي عندهم مثل بارك الله لو كان زعما هذه تخيل هذه فيها دي بورت اوفرونت راح تفتح الباب شو راح يجيك حتى لهنا الباب تسمع بارك الله فيك خونا سليم اسمح لي كلام كبير نسينا حاجة نورمالمون شومبر بيلا فيها فوق فيها 2 متر 48 تقدر تقول 2 متر سيكوند الأغلبية تاع المشترية يحبوا 2 متر سيكوند با بليس لي نور 2 متر شو لا بليبار تاع الزباين كاع يحبوا 2 متر وشوف هذه يا خوتنا كي تشوفوا هذه لا شومبر هكا تبان لكم كبيرة تبان اكثر من 2 متر سيكوند تتبان لي نور لي نور رايحه لا هي هكا تبان لك كبيره من بعيد ايه تبان كبيره بصح كي تعبر بالمتراج ما تلقاها 2 متر سيكوند يعني الحاجه الباهيه دائما شغل تبع روحها دائما تمد الاضافه للمنظر تاعها سي احمد حب هذا لو كان نروحوا نتكلموا شويه على لاكوافيس لاكوافيس كاين اللي يروح يشوف فيها ظاهرا برك خوتي خدمنا لاكوافيس فيها دو بورت كيما شوف قبل ما نروحوا لهذ لاكوافيس حبيت نقول للزبائن اللي يشوفوا فينا كاين انواع تاع لي كوافيس كاين ستيل بيرو كاين ستيل ال كاين بورت ماكياج دونك كل واحد واش يحب انت كل واحد واش يحب حسب الزبائن اللي تعاملت معاهم وراه القريبه الاغلبيه يحبوا الزبائن هذه ستيل بيرو ستيل بيرو يقول لك انا المدام قالت لي ستيل بيرو باش تريح اليس بارك الله فيك بارك الله فيك لا كوافيس هذه تعمر العين خوتي وحاجه اخرى سيد احمد حاجه اخرى القاعده واش يحبوا في الفومار في المار في الزجاج في البوا أغلبية وش يحب؟ لا الأغلبية يحبوا هكذا في السجاج كاين اللي يحب في البرونز كاين اللي يحب في الفيمي اللي يحب في النوار
قليل الأقلية الأقلية يقول لك مارب مارب مكرا خرج الفرد مارب راه ما شاء الله على جلد كسار سجاج على جلد كسار على جلد كسار هنا يا هذا ماشي تيروار نعم ماشي تيروار هذا ديكور برك خوتي فيها دو تيروار هنا يا ايه تيليسكوبيك حق الله يبارك خوتنا حاجة ما شاء الله مام لي طاب دينوي خوتي مام لي طاب دينوي فيهم دو تيروار ما شاء الله ايه تيليسكوبيك ما توفرت الفاصيل شتوب خويا عبدون حاجة الله فيها تيروار الله يبارك سيد احمد لو نلاحظوا في الصورة نلقاو باللي السمك تاع التيروار قلقتو السمك تاع التيروار عارض بزاف واسع لاوتور السمك الغم السمك تاعو ايوا عارض بزاف يعني راح يفيدكم العديد من الاشياء ولا واسع الشعب الجزائري جاي يحب يخبي دوزان بارك الله فيك خونا سيد احمد راح تشوف لنا على اليسار باش نزيدو نتكلموا شويه خونا كيما قلت لكم خونا سيد احمد هو الادرى بالاثاث هنا بمحل اثاثي ان شاء الله نكون عرفت لكم الشومبره على احسن ما يرام ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الشومبره بيلا والثمن تاعها يا خويا سليم شوف قبل ما نطرقوا للثمن الثمن خلوه هو تالي الثمن هو تالي حبيت واش تنصح الزبائن تاعنا اليوم يشوفوا فيك واش تنصح انا ننصح الزبائن يجوا عندنا المحل اثاث الثقه يعني كيما شاف في الهاتف النقال بكل شفافيه خويا العزيز بكل شفافيه ما تكسرش راسك يجوا يتقدموا عندنا المحل اثاث ثقه ويشوف واش كنت نقول له على شومبر بيلا ماشي غير شومبر بيلا اي شومبر نعرفها لخويا على المباشر ونجوا الاثاث ثقه باذن الله وتصيبونا ورانا في خدمتكم ان شاء الله ونكبروا بخوتي باذن الله بارك الله فيكم ومرحبا بكم معايا خوتنا السعر تاع لا شومبر بيلا كيما كنتوا تشوفوا فيها يعني بالشرح الممل السعر تاعها 15 مليون و800 بالنقل والتركيب ل 58 ولايه اخويا سيد احمد فيما يخص النقل والتركيب النقل والتركيب وين تحبوا خوتي واي اي خلل في اثاث ثقه اللي عنده كاش حاجه ولا يتقدم انا ديري يتقدم الاثاث ثقه عندنا في البون تاعك كي تشري اي شومبره عندك سيرفيس ابري بوند ما بعد البيع خدمات ما بعد البيع اي بروبليم في الشومبره مالغري راك خلصت اي بروبليم الحمد لله وشافت عيني باللي اي شومبره راحت ولقاو فيها خلل ماشي بروبليم خلل خفيف واحد نساولو طاجيره واحد كذا والله غير لحقات والعين المكان والحمد لله ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم ويعطيك الصحه خونا عبدون ويعطيك الصحه خونا سليم رمزي يا خويا العزيز هذا شرف لينا اخويا شرف ليا وشرف لخويا عبدو وشرف للمتابعين كذلك المتتبعين ان شاء الله تكلمنا مع اخ قدير كيما تايا قلت لك انا فتناها في الكلام معليش هذا كله توفيق من عند الله بس عارف هذا كله كي رانا نوصلوا الحمد لله 58 ولايه رانا نوصلوا كل التراب الوطني هذا كله توفيق من عند الله بفضل الله بفضل الله الله وعدنا خوتنا يعني واش تلقوا واش انا نقول لكم تلقوا باذن الله وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم خويا سيد احمد ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن المتابعين تاعنا خوتنا باذن الله رانا نورو لكم يعني بكل شفافيه ان شاء الله تكون عجبتكم لا شومبيلا السعر تاعها كما قلنا لكم 15 مليون و800 بالنقل والتركيب ل 58 ولايه تا عجبتك هاد لاشوم روح حبيت تحجز واش دير كاين ارقام راه هنا يا خويا اتصل بينا ورانا في الخدمه 24 ساعه على 24 ساعة. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحكم ونخلي خويا سيد احمد هو اللي يختمها اليوم خوتي مرحبا بكم في اثاث ثقه وراني هنا اي شومبره ماشي غير شومبر بيلا اي شومبره تعجبكم في اثاث ثقه ان شاء الله نكبروا بكم وان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم نحمر لكم وجوهكم ان شاء الله سلام صحيح